السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. أتمنى من الله أن الجميع يكون بخير، وأحب أقدم تحياتي وشكري لكل الناس اللي بتتابعني. كلكم كلكم بلا استثناء ربنا يرزقكم الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم أمين يا رب العالمين. عايزة في الفيديو ده بتاع سوق التلات، الأسواق الشعبية في أبها، أقدم تحية خاصة جدا 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 للناس اللي قابلوني النهاردة في سوق التلات، الستات السعوديات اللي قابلوني في سوق التلات وعرفوني وسلموا عليا. أنا بقدم لهم تحياتي، والله يسعدهم يا رب، والله يجزاهم خير، وأسعدوني جدا لما عرفوني وسلموا عليا جد يعني. بسم الله ما شاء الله، زي ما احنا شايفين طبعا أنا تعودت ابدأ لكم بالباع اللي فوق مش اللي جوه السوق. دلوقتي هندخل السوق برضو، بس الحاجات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي بتتباع فوق في البرحة اللي مقابل السوق على طول. بسم الله ما شاء الله، حاجات حلوة ومنتجات اللهم بارك، وبرضو اسعارها رخيصة خالص خالص يعني، التلاتة بعشرة والسطل بخمسة، وزي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، كل حاجة يا جماعة متوفرة هناك. اجمل ما بيعجبني في الحاجات دي انها حاجات طازه. شفتوا الخيار بلدي، مفيش كلام، حاجات طازه جميله جايه من المزرعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، اخر جمال. الخيار تحفه بصراحه، خصوصا في المخلل، اللي عايز يعمل مخلل الناس اللي في ابها يجيب خيار من سوق التلات. الخيار ده جاي من مزارع بني مالك، بسم الله ما شاء الله. وموز ورمان وبرتقال بلدي وليمون بلدي وكل ما يخطر على بالكم، وذره، الذره كتير قوي على فكره في ابها اليومين دول، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. ذره مشوي هتلاقوا، ذره اخضر هتلاقوا، كل الذره موجود. شفتوا بقى في نشاطات جديده في سوق التلات، بسم الله ما شاء الله. عندهم عصافير وعندهم ارانب وعندهم دجاج بلدي ودجاج فرنسي، بسم الله ما شاء الله. على فكره لقيت هناك وز النهارده، وقلت للراجل هاجي المغرب اخد منك، لكن للاسف، او بلاش للاسف دي يا ام عبود، نقول ايه، ربنا ما كتبش، ما فيش نصيب. هو وعدني ان شاء الله الاسبوع الجاي بيجيب لي وزتين وباخدهم منه. اه ان شاء الله. عجبني الوز يعني، فتره طويله ما شفتش وز انا، فلقيت وز، انتوا متخيلين وز صاحي يعني، وز صاحي كده وما شاء الله زي بتاع مصر. قلت له خلاص ان شاء الله التلات الجاي اجي اخد منك اتنين باذن الله العظيم. وده حمام بيتباع برضه، بسم الله ما شاء الله. وطبعا دي نظره كده عابره على السوق من فوق، انا لسه فوق في البرحه اللي بيبيعوا فيها للناس، قلت اخد نظره كده على السوق وبعدين ادخل بقى جوه. بسم الله ما شاء الله، جميل سوق التلات. وهنبدا منين؟ من عند حبيبتي، من عند ام حسين، ده محل ام حسين، بسم الله ما شاء الله. عندها كل حاجة، عندها الجاوي، عندها البهارات، عندها السنوت، عندها الأظافير، أظافير، عندها السعدة، عندها كل حاجة. لو لقيت حاجة جديدة النهاردة هتسمعوها دلوقتي، بسم الله. اه عندها الشيلات دي بتاعت الناس الكبيرة دايما بيدوروا عليها. عندها سمن البقر، سمن الغنم، ما شاء الله. ما هذا؟ السلام عليكم. ده ايه؟ جديد ده، عبارة بخور ان شاء الله. كم سعر؟ مش اول مره اشوفه. هذا صدل والله، ريحته حلو. 15 بس يا بلاش. هذه 20، هذه السعده. ايوه هذه، هذه الاظافير. ايوه هذه اظافير السمك ما شاء الله. والله ام حسين اليوم منوعه زي ما شفتوا كده، بسم الله. عندها السويجة، السويجة في ناس سألتني عليها، هذه السويجة 60 50 زيت ما شاء الله، والله غلت. ايوه ان شاء الله. على كلام ام حسين عندها البهارات برضو، البهارات اللي عندها تحفة، الشوربة وفي الجلجل انا باخد منها على طول، جميلة بصراحة، بسم الله ما شاء الله. عندها سويجة كبيرة ب 120، وعندها الصغيرة بكام؟ ب 60. عندها الميفا بتاعت الخبز واللحمه، هي بتباعها ب 600 ريال ما شاء الله. عندها حاجات حلوه والله، عندها حاجات جميله بسم الله ما شاء الله. حل ام حسين ده تحفه، في حاجات بسم الله ما شاء الله. مقابلها على طول مين؟
محل ام محمد، نروح برضو نصور عند ام محمد. ده التين لسه موجود 15 ريال، حلو عسل ما شاء الله يعني. التين والفراوله في برضو متواجد يا جماعه في سوق الثلاث فراوله. بصوا طعمها تحفه يعني. ما سالت الناس اللي بيبيعوها قالوا انها مزروعه هنا في ابها، بصراحه اخر جمال يعني. بتتباع ب 15 ريال، ده محل ام محمد. كيف الحال يا ام محمد؟ زي ما قلت لكم، من كتر ما رحت سوق الثلاث صحبت كل الناس اللي هناك، كل الستات اللي هناك طيبين واولاد حلال وقمه في الادب والاخلاق، بيبيعوا ربنا يرزقهم يا رب، هم كلهم اصحابي يعني. عندها زبده محمد، زبده غنم وزبده بقر. ام حسين عندها سمن غنم وسمن بقر، كل حاجه. وعندها السويجه وده محل ليل جنب ام حسين. وده السنود بتاع ابو عبد الله، سايبه ومش عارفه راح فين. بيبيعوا ب50 ريال بس، النوب بتاعه بلدي وجميل. وهنا بقى هنمشي مع بعض كده في السوق. بصوا السوق كان هادي النهارده يعني، المغرب بالظبط جت امطار، بسم الله ما شاء الله السوق كان هادي. وده محل ابو احمد عنده طواقي كده ومسابح وحاجات حلوه. كم كان تبيعها هادي؟ ها؟ كم؟ هذا ب 10 5 في كل مكان. لك انت؟ لا مو لي انا، للناس كلها. انا اجيبها امطار الاسعار ب 10 5 ريال. ايوه اغلبها بخمسه. وهذه بخمسه؟ يعني هي انواع. وهذه بعد نعم، هذه كويسه. هذا كتب. الله يرزقك. بيبيع طواقي وبيبيع مسابح وبيبيع حاجات كتير، فهو بيقول ب 10، قلت له لا ده بخمسه يعني، فقال لي في انواع، في بخمسه وفي ب 10. وطبعا العسل بسم الله ما شاء الله، العسل يا جماعه في سوق الثلاث واخد نصيب الاسد، بسم الله ما شاء الله، عندهم عسل كتير جدا. انا خدت من العسل ده اليوم. اني عارفاه كله. ودي مرايات بقى ومحافظ وبوك وحاجات زي كده. ودي شتلات زرع، في نعناع، في بردجوش، فيها ريحان، بسم الله ما شاء الله. الناس كلها بتتمشى وبتتقضى. انا دائما لما باجي سوق الثلاث ده، بما ان انا يعني باجي اخد طاقه ايجابيه كده وانبسط، بشتري برضو من عندهم حاجات على فكره، خصوصا الحاجات اللي فوق، الخضار والفاكهه والحاجات، بجيب منهم والله. ان شاء الله. سمن غنم، سمن بقر، طبعا هم بيخفضوا يا جماعه. حتى هو بيقول لي ب 80، بس لو جينا نشتري حقيقه واحده ياخدها ب 70. لا ما تيجي، بيخفضوا والله الصغيره يعني، هم عايزين يبيعوا ان شاء الله. والله الصغيره تقيله ان شاء الله. الشمع ده جميل تحفه، انا دائما بجيب منه بسم الله ما شاء الله. هذا الغنم ها؟ سمن البقر، شوفوا هيفتحوا الجمال. شوفوا الزجاجة ما شاء الله. ايوه اني خدت منه جميلة. ده يا جماعه اللي فيه الرضيفه، معمول مع الرضيفه اللي هي الدقيق المحمر هذا. الله شاطرة يا أم عبود، عرفتي الرضيفة وعرفتي ما شاء الله. أيوة يا جماعة من عشر الأم، أيوة ناخد ورقة نعناع عادي. من عاشر القوم صار منهم، وأنا معاشرة الناس دي بقالي كتير يعني، عرفت الرضيفة والعصيدة والعريق كل حاجة ما شاء الله ما شاء الله. زي ما أنتم شايفين سوق جميل كده وسوق ممتع، زي ما قلت لكم والله العظيم حتى لو الواحد جه وما اشتراش ينبسط سعيد كده. اتفرج على الناس اللي بتبيع والناس اللي بتشتري. شوفوا هنا بقى هتلاقوا الناس كلها ملمومه على ايه؟ اخص وجرجر وحاجات حلوه جايه من المزرعه، تفتح النفس والله العظيم، تفتح النفس. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حتى الناس على فكره بتدور عن الحاجات الطازه والحاجات الجميله. شوفوا بيبيع الست حبات ب5 ريال، اللهم بارك. اهو ده عسل، عسل، واللي في الازاز اللي انتم شايفينه ده زيت سمسم، على كلامهم انه جاي من رجال قلب، الله اعلم. وباقي السوق بقى هتلاقوا تمره، هتلاقوا بهارات، هتلاقوا جسر القهوه ده كتير جدا ما شاء الله. التمور برضو لها نصيب كبير جدا بسم الله ما شاء الله. الجماعه دول من نجران دائما تمورهم حلوه، ولما بعوز تمور بجيب منهم او بجيب من عند سوق الخضار برضو يعني. دول ودول تمورهم حلوه واسعارهم ممتازه بصراحه يعني. شوفوا يا جماعه مبدئيا كده بسم الله ما شاء الله. كيف حالك ابو محمد؟ ده التمر اللي من غير نوى عند ابو محمد. لا اله الا الله. شوفوا يا جماعه ده قال لي كل ما ده بيصغر صح؟ كيلو ب50 اللي هو ده ما شاء الله. كم الكيلو؟ مفيش فيه نوى من جوه خالص. انا كنت عملت لكم حلقه عنه. هذا وشو؟ ناس كتير قالت ما نعرفوش، وناس قالت احنا سعوديين وما نعرفوش، وانا والله ما كنت اعرف ان شاء الله. انا فجاه لقيت الراجل بيقول لي تمر من غير نوى، قلت ماشي تمر من غير نوى عادي يعني. هنا بكمل بقى في السوق بسم الله ما شاء الله. الله يعطينا ويعطينا. دي بقى حاجات يا جماعه ايه يعني، زي ما تقولوا كده زبيب، جسر قهوه، بهارات صحيحه، فلفل اسود، كمون،
هيل، قرفة، حب الرشاد، هتلاقوا حاجات كتيرة جدا جدا بسم الله ما شاء الله. واسعارهم حلوة زي ما قلت لكم. اللي بيخلي الناس دي اسعارها يا جماعة بسيطة ان هم ما عندهمش محلات، فبالتالي ما بيغلوش. يعني لما تاخد منهم مثلا كيلو الفلفل الاسود 25 ريال، لو الواحد راح ياخده من مول ممكن ياخده ب40، عشان هم عندهم محل بيدفعوا له ايجار. برضه عبايات سودا حلوه جدا على فكره، بتبدا من 60 70 80 90 100 وانتوا طالعين. ونقابات، نقاب على 10 ريال على طول. لازم وحتما بقى اروح اسلم على عمي علي الاحمري، الله يا رب انك تدي الصحه والعافيه. السلام عليكم، كيف حالك يا عم علي؟ الله يسعدك، الله يحييك. كيفك مع البرد؟ والله الحمد لله، نحمد الله. الله يحفظك، الله يديك الصحه يا رب. تبغى شيء؟ تسلم. هنا سلمت عليه ومسيت. دائما سبحان الله ولا اله الا الله، ما جيش السوق ده الا لازم اروح اسلم على عمي علي الاحمل. الراجل ده سبحان الله انا بحبه في الله، راجل طيب طيب خالص خالص. ربنا يدي الصحة والعافية يا رب، اللهم امين. طبعا دي محلات تانية فيها بقى الشعلات اللي انتوا شايفينها دي، وفيها جدر ضغط وجدر ألمونيوم، وفيها حاجات كتيرة جدا. شفتوا حلوة قوي قوي. الشنط بقى اللي بتحط فيها دلات الشاي والقهوة، فيها جدور، فيها حاجات كتير. اللهم بارك يا رب، بسم الله ما شاء الله. ودي برضو يعني نظر على السوق كده من ايه، من عند محل ام حسين، قعدت معاها بقى. وده توفيق اللي بيشتغل مع ام حسين، متأخر يا توفيق. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. سوق التلات ده عيش يا جماعة بجد، جميل. بسم الله ما شاء الله ولا إله إلا الله. طبعا هنا برضو فوق الناس دي بيبيعوا تمور وبيبيعوا، بسم الله ما شاء الله. وهتلاقوا برضو حاجات من اللي هي الحاجات اللي بنعتبرها احنا ايه، التراث. تلاقوا بقى جدور ضغط من القديمه قوي، هوريها لكم دلوقتي. بيبيعوا تمور، والله تمور جميله في منتهى الجمال. شفتوا جدور الضغط دي؟ اللهم بارك، جميله جميله جميله، حلوه خالص. شفتوا الدفور الصغير ده والعصيان والحاجات دي، ودلات القهوه النحاس بسم الله ما شاء الله. ايام الطيبين. مشتقه من اسم قناتي، التمور. التمور بسم الله ما شاء الله. انا عامله لكم حلقه كامله عن التمور على فكره، هنزلها ان شاء الله في القريب العاجل، بس انا عامله اولويات للفيديوهات. زي ما قلت لكم التمور كتير جدا. دي حاجات بقى عصيان وحاجات كده، والله ما اعرف بتعمل بها ايه. والجنبيه وسيوف، يعني حاجات من الماضي اللي بيبيعوها ناس كبار في السن، ربنا يرزقهم من فضله يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. هنا خلاص يعني هو الفيديو على وشك ينتهي. طبعا في ناس قاعده، فانا بتكسف ان انا اطلع الكاميرا فوق يعني، فسامحوني ان كانت الكاميرا في الارض زياده. شفتوا البتاع دي اللي بتحط فيها العصيده؟ ايوه صحفه، صحفه. شفتوا سيوف وجنبيه وحاجات حلوه قوي. بسم الله ما شاء الله، ربنا يرزقهم من فضله يا رب، اللهم امين. من اهم الحاجات اللي بتميز سوق التلات ده يا جماعه، ان اغلب الناس اللي بيبيعوا فيه من كبار السن، ناس طيبين كده يعني ايه، من زمان الطيبين فعلا. شفت البذور دي؟ بسم الله ما شاء الله، حلوه. هي قديمه، بذور ضغط قديمه خالص. بسم الله ما شاء الله. هتلاقوا ناس برضو بتبيع حاجات كتير. وتقريبا كده، تقريبا كده الفيديو على هنا وايه وانتهى. انا على فكره مصوره الفيديو ده النهارده يوم الثلاث. المهم بقى يا جماعه، ان عجبكم الفيديو يعني فضلا كده وليس امرا، كرما منكم شجعونا بلايك. والسلام عليكم ورحمه الله.